سي عبد الجليل، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم وبركاته. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ بارك الله فيك. الحمد لله. اش اخبار الناس د مراكش؟ الحمد لله بخير، القضيه مزيانه الحمد لله. بارك الله عليك. الحمد لله. الله يبارك فيك سي عبد الجليل. اخويا انا من المعجبين ديال البرنامج ديالكم صراحه، وحنا من المعجبين بك وبكل المستمعين والمستمعات اللي كيتبعونا، وفرحانين بكم. ما تخيلش الشيء عبد الجليل، والله العظيم فرحة ديالنا والسرور ديالنا والفخر ديالنا. الحمد لله. دابا شي عام هذا كنصنت البرنامج، اول مره بغيت نعيط لكم. اول مره. مرحبا مرحبا بك، وهذا يسعدنا والله. احنا سعداء سي عبد الجليل. تفضل. انا قلت لك انا سي محمد. نعم سيدي. انا كندير اعمال حره. اللي يبغي واحد السلعه ممكن نقولها ولا بلاش ما نقول سلعه؟ سلعة خاصة بشي شركة معينة ولا سلعة؟ ما نذكرش الأسماء، العلامات التجارية. لا ماشي شركة، طبيعة السلعة اللي كتبيع. نوع سلعة. واخا. أي الشركة اللي عندي مواد غذائية مخلطين عندي شركة. مواد غذائية. طبيعة السلعة اللي كتبيع. نوع سلعة. واخا. أي الشركة اللي عندي مواد غذائية مخلطين عندي شركة. مواد غذائية. مزيان. الله يعطيك الصحة. إذا هذا كتخدم راه داير سيارة. عندي السيارة. وكتشري السلعة نتايا من الجملة وكتوزعها. وتنوزعها على المحلات التجارية. ها مشروع اقترحوا عليكم السي عبد الجليل، الناس اللي كيفكروا في ديروا شي مشروع وعندهم باش يشريوا السيارة، سيارة كبيرة ياك؟ اي عندي سيارة كبيرة. ها انتم ها مشروع اقترحوا عليكم السي عبد الجليل، خذوا هذه الفكرة هذه. الله يحفظك بارك الله. ولكن شوية كاين كنفيق تقريبا مع ديك شي 7 الصباح. وما كندخل الدار حتى ديك 6 7 تاع الليل. هو ماشي بزاف، راه حنا عيالاتو كنخرجوا الصباح بكري حتى ل 9 د الليل. ولكن حر تقدر واحد النهار شقات لك تدخل مع الربعة، واحد النهار شقات لك تقول ما نخرج حتى ل 11. لا الجمعه كاع جمعه اني لعبات. ايوا الحمد لله. لو في الاول قلتي لي اعمال حره، اعمال حره كتعطيك اللي ما تعطيهش لك داك اللي ما تعطيهش لك الوظيفه اللي كتكون مقيده. فالله ينزل لك البركه ويطرح لك البركه ان شاء الله في السعي ديالك ان شاء الله. وكيعجبوني الناس اللي في حقيقه عندهم هاد الشجاعه وهاد الجراه وهاد الكاريزما. والله العظيم راه بغيتي شو يدير الجاي عندكم. هذا الشيء علاش عيطت لهاد المكالمه؟ هو مني ليك كل التشجيع وكل الدعاء ان ربي يوفقك ويبارك لك ويعطيك الطاقه والحماس. وهذا نعطيك واحد الفكره اخرى، لما تكون جالس ملي تخصص واحد الوقت تاعك. دابا انت عندك وقت ديال الجري ياك، سير خذ السلعه، سير بقى تدور بها وكتقلب على الكليان. مثلا اخرى قلب على كليان جداد، ما تبقاش لاصقه في الكليان اللي عندك، نقلب على كليان جداد. هذاك الشيء اللي الشيء كندير، هذا هو المجهود. ممتاز. المساله الثانيه شي حي دابا جديد ونعاود نمشي نسول وندير. ممتاز. مساله اخرى نقلب على سلعه جديده، ماشي فقط السلعه اللي كنوزع الان، شوف سلعه جديده. مسألة الثالثة وهو قلب على شي مشاكل. المشاكل هو داس شي مشاكل، حنا كاتصلنا بك باش تعطينا حلول، انت تبدا قلب على المشاكل. بارك الله فيك السؤال. اشنو كنقصد نقلب على المشاكل؟ لحقاش الناس ديال المشاريع تيقلبوا على المشاكل في راسك. الله يعطيك الصحة. معقولة؟ كيفاش؟ كيفاش علاش الناس ديال الفلوس تيقلبوا على المشاكل؟ الناس كيقلبوا على المشاريع. وهذه فكره الناس كلهم اللي تيسولوني، استاذ عندي فلوس وبغيت ندير مشروع، قلب على شي مشكل. هكا يلاه عندك الصحه. قلب على مشكل لقى لي حل، الحل هو المشروع ديالك. الله يحفظك. الناس كلهم اللي بنقول لك. نعم سيدي. ما قلتش اللي بنقول لك هو دابا تنجي في العشيه تنحيد ديك السلعه ديال الناس اللي تنتعامل معاهم. اها. وتنحيد واحد 300 درهم يوميا. اها. هذيك 300 درهم ما تنقيسهاش، في اخر الشهر درت واحد الجوا هكا. اييه. وتندير في ديك 300 درهم تلقى ديك 9000 درهم. ممتاز. هذه ادخار ياك. راه مزيانه. تجربه رائعه. وانا كنحييك. علاش؟ ياك مغطي جميع النفقات. جميع النفقات. مخلص الماء؟ مخلص الضوء؟ الماء الضوء. التعليم ديال الوليدات؟ كل شيء. النقل الهاتف؟ الصحة؟ تنخلصوا. الملابس؟ عطي مصروف الجيب للزوجة؟ كل شيء. الكراج جوزه كل شيء الحمد لله بخير. وعلى هو الحمد لله. هذا نجاح. يعني الثروه الصغرى اللي بنقول لك شجعني واش مزيانه ولا لا؟ تبارك الله عليك، ممتاز جدا. دابا اللي مهم شنو هو؟ هو الافكار اللي طرحت معك دابا. نجلس مع راسي ورقه وستيلو، دير واحد الدفتر ديالك، دفتر سميه دفتر الابداع. كيفاش تطور هذا المشروع ديالك؟ كيفاش هذا المشروع هذا يولي في واحد المحل مثلا، تولي انت يا جروسيست واحد النهار، علاش لا نسمعوا السي عبد الجليل الجروسيست هو اللي كيبيع بالجمله. الله يحفظك بارك الله. والله الا هذا هو المتمنيات ديالي ان شاء الله. ياه كاين هذا الهدف، هو اللي كيبيع بالجمله.
بالله يحفظك بارك هذا الله الا هذا هو المؤتمنين ديالي يا كاين هذا كاين هذا الهدف انا عندي هذه الفكره والله الا عندي كتبوا هنا القدام كيعياو كيكبروا كي كتبوه واش كاتبوا ولا ما كاتبوش هذا الهدف لا ديروه في دماغي ما هو من دماغك حولوا الورقة لقاش لما غتحولوا الورقة غتولي كتشوفوا بعينك لما غتبدا تشوفوا بعينك اليوم وغدا وبعد غدا غتولي كتفكر فيه بشكل دائم ولما كتولي كتفكر فيه بشكل دائم العقل ديالك غادي يولي يفكر بطريقة مختلفة ما غاديش يفكر فقط شكون هو الزبون اللي خصني ندير ليه السلعة غدا مع السبعة الصباح لا غادي يولي يفكر فين هو المكان اللي غادي ندير فيه المحل ديالي الله والعقل اللي كيفكر بهالطريقه الثانيه ماشي هو العقل اللي كيفكر غير لما نعطي السلعه وشكون غادي يجي عندي غدا وشكون اللي غادي نتصل به لقاش العقل هو في نهايه المطاف هو واحد الاله واحد الماكينه حنا اللي كنشغلوها والنتائج اللي كنحصلوا عليها عندها علاقه في كيفاش كنشغلوا فيها نضرب واحد المثال اخر عندك واحد المعصر واحد المعصره معصرة انت كتلوح فيها الحب ديال الزيتون واش غتخرج لك كتخرج لك شويه الزيت وشويه المرجان وشويه ديال الله يرضي عليك واحد اخر جا وحط فيها الشعير واش غتخرج ليه ما غتخرج لي والو ربما الا كانت معصرة اما متخرج لي والو تخرج لي شي عجب اما بالبوله الا المهم شي حاجه مطحونه ولكن ماشي زيت الزيتون تنقول انا الا بغيت زيت الزيتون غادي نحط فيها الزيتون اللي بغيتها خاصني نحط فيها الحب ديالها راه هكذا بغيتي مشروع بغيتي محل ديالك فكر في الزريعه اللي غادي تحط فيها اللي غادي تجيب لك ان شاء الله داك المشروع اللي كتحلم به ربي يوفقك السي عبد الجليل بارك وانا فخور بك وسعيد بك وحقيقه نموذج ما شاء الله ما شاء الله عليك الانسان الجيه ديالكم انت تعالى خليك معنا دائما في الاستماع وان شاء الله غادي تسمع دائما ما يسرك شكرا لك وغادي نحييو الناس ديال مدينه مراكش اللي كيسمعونا على 100.6 حنا دائما مواصلين معكم 0522 77 24 24 هو نموذج ديال انسان عنده ما شاء الله كاريزما ولاحتي كيتكلم بواحد الرضا بواحد طيبة بواحد طموح بواحد الأمل بواحد لا إله إلا الله محمد رسول الله رجع معك أستاذ محمد بن ساسي رجع معك الحالة ديال فتيحة من مدينة دار البيضاء غير فتيحة اللي غادي يذكروها الناس اللي تبعوا معنا الحلقة واللي ما كاين بزاف فتيحات ياك وهي اللي أكيد دابا الآن كتسمعنا كتسمعنا كنحيوك فتيحة في الضوا والله يكثر خيرك ديال الدار تحية لك بزاف فتيحات ياك وهي اللي أكيد دابا الآن كتسمعنا كتسمعنا كنحيوك فتيحة في الضوا والله يكثر خيرك ديال الدار تحية لك الأخت فاتحة ونمشي نرجع معاك للحالة ديالها لأن فعلا حالة اللي جبدناها وتكلمنا عليها ولا فيها في الكواليس فاتحة اللي عندها 20,000 درهم وكتقول بأنها الله كريم ربما حتى كتمشي أنها كتاخد كريدي من الشهر اللي جاي الحالة دي الفاتحة فيها مجموعة دي الجوانب اللي نقدر نقول غريبة الأولى هو كانت دخلات مسكينة في واحد المشروع ديال 200,000 درهم 20 مليون وما صدقش لها أنت نقول لها عادي جدا أن إنسان يقدر يدير المشروع وما يصدقش له عادي لقاش الناس عادة وهذه كيعرفوها الناس ديال كيدير الناس ديال المال كيعرفوا بأن المشاريع ماشي كلها كتنجح والأفكار ماشي كلها كتجيب نتائج ولكن اللي كيجيب نتائج هو الإصرار هناك نقش الحالة ديالها مع شخص تلاقينا البارح فكنت تكلموا هكا ولقيتو سمع الحالة ديال فاتحة لقاش لقيتو تبع الحلقة ديال البارح قال لي أنا واحد سي بنساتي عندي واحد الرؤية ما عرفتش أنت لاحظتيها ولا ما لاحظتهاش سي بنساتي قلت له شنو هي؟ قال لي الحالة ديال الأخت فاتحة ديال البارح اللي اتصلت بك قلت له شنو هي؟ قال لي الفتى أن الزوج تاعها مفوض لها التدبير كله جوج ديال وما كيلومهاش وما كيلومهاش واش ما بانش لك بأنه ربما وصل له هو درجة ديال عدم التدبير والعجز أنه يدبر ميزانية ديالو ربما عنده مشاكل وبحال فوض المشاكل كلها للمرأة يعني إلا كان شي مشاكل راك أنتي السبب فيها قلت له هاد القراءة ما خطرتش ببالي
ماشي فقط لأنني كنحسن الظن بالمستمعين والأزواج ديالهم، ولكن لحقاش التركيز تاعي بعد ما تكون على الحل أكثر ما على المشكل. ولكن في الحقيقة ممكن يكون هذا إشارة، فتنقل الزوج تاعها وأكيد هي الآن كتسمعنا يتحمل جزء من المسؤولية، تحمل تكون غدا في الطريق صحيح. مخرج ديالنا إبراهيم وضيبي كيقول لي فاصل ونواصل. صرف وعيش مرتاح ووفر بنجاح مع برنامج كي داير مع المصروف. وحنا دائما مواصلين مع المستمعين ديالنا مباشرة على أصوات 0522